لو الحكاية فيها إن فيجو عارف أداء المقاولين السنة دي والماتشات الأخيرة بالذات. والله الحمد لله على كل حال، ربنا وفقنا الفترة الأخيرة ماشي بشكل كويس، اللعبة كلها بتأدي بطريقة قوية جدا، وعندنا طموح السنة إن احنا نعمل حاجة. عاوزين أقل تقدير إن شاء الله إن احنا نلعب أفريقيا ونعيد أمجاد المقاولين في الثمانينات والتسعينات، وربنا يكرمنا وإحنا ماشيين بشكل كويس. وإحنا الحمد لله ربنا كرمنا بعد الماتش الأهلي، كل الناس بيحصلها غروب أو هبوط في المستوى، فإحنا ربنا كرمنا النهاردة وكسبنا ثلاثة كمان، ما كسبناش 1-0 أو 2-1، لا كسبنا ثلاثة. فده بيأكد إن فرقة المقاولين فرقة قوية، فرقة إن شاء الله تكمل، كل العناصر جاهزة، الناس اللي بره زي اللي جوه، مفيش فروق بيننا بسيطة جدا. هو وجهة نظر الكابتن اللي يحط الناس اللي هي جاهزة، اللي هي خدت خبرات، اللي عندها ممكن انها تبدأ الماتش، فدي مدينا حافز ومدينا قوة الفترة اللي جاية ان احنا نكمل بنفس الأسلوب بنفس الطريقة، ان احنا نكمل عشان نخش المربع ان شاء الله، وده هيدينا حافز في الفترة اللي جاية بإذن الله.